بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح منازل السائرين، قال: فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفراسة. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد رحمه الله: المتفرسين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للناظرين. قال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة وعبرة وفكرة. المتوسم الذي يطلب السيما، أي العلامة، سيماهم علامتهم، سيماهم في وجوههم، فهو متوسم يرى سمة وعلامة فيما يرى من ديار الظالمين وفيما يعلم من هلاكهم، فيعلم أن سبب ذلك هو المعصية والكفر والنفاق، فيحذر على نفسه ويرى فيما حصل لهم عبرة وعظة وآية. ولذا لا اختلاف بين هذه الأقوال، وتعلق الفراسة بهذه الآية من أن المتفرس الذي ينظر في العلامات ويعرف منها المآلات، فيتوقع ويعلم أن مآل هذا إلى خير أو مآله إلى شر من المقدمات والعلامات التي يراها. والناس في معرفة العلامات الدالة على المآلات والنهايات، في معرفة المقدمات التي تقود إلى الغايات، متفاوتون تفاوتا شديدا، أكثر الخلق لا يتعظون ولا يعرفون، بل يرون الأمور تجري بالطبائع، وأنه أمر عادي أن يهلك أقوام وينشأ آخرون دون أن يفهموا سبب انهيار الحضارات والأمم وسبب هلاك الشعوب والأقوام، لا يفكرون في شيء من ذلك ولا يتعظون لحياتهم فيما يرون أو مما يرون من آثار الظالمين وديار الظالمين. وكذلك في الفراسة في أنواع الخير كذلك، فالإنسان يرى مقدمات تظهر من إنسان يتوقع له بها أنواع الخير. أبو بكر في عمر رضي الله عنه أن يكون إمام عدل يقود الأمة ويصلح شأنها ويصلحها الله على يديه، وكما قد يقع ذلك من إنسان ولو لم يكن مسلما، مثل ما وقع من العزيز في يوسف، قال: عسى أن ينفعنا. فمن خلال الصفات والعلامات والمنطق والكلام يعرف هذا الإنسان ما يقول إليه أمره، يعرف ما يقول إليه أمره، وأنه يرجى منه النفع وقد كان. وغير ذلك كثير، والناس يتفاوتون في معرفة المقدمات والعلامات كما ذكرنا.
يقول: وقال تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالأول فراسة النظر والعين، والثاني فراسة الأذن والسمع. فلعرفتهم بسيماهم، تعرف ما هي داخلة أو ما هي طبيعة هذا الإنسان من خلال سلوكه المنظور، علامات معينة يظهر منها نفاقه والعياذ بالله. وكثير من الناس لا يرى ولا يعلم خصال المنافقين، أو يراها ولا يعتبر، فيرى الإنسان أمامه والعياذ بالله فيه كل الصفات ولا يعرفهم بسيماهم. يعني يراهم يتولون الذين كفروا، يراهم يتكاسى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ولا يزال يثني عليهم غاية الثناء، ولا يزال يمدحهم ولا يرى فيهم عيبا، بل يعيب من يذمهم أو يخالفهم ويتهمه بأبشع الصفات، لانعدام التوسم، لانعدام فلعرفتهم بسيماهم، لا يعرفونهم بسيماهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والصد عن سبيل الله عز وجل عن كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم السيمة التي ترى والعياذ بالله. وأما لحن القول فالألفاظ التي يتكلمون بها خصوصا مع ضعفهم، بخلاف ما إذا كانوا أقوياء فيصرحون بالنفاق والعياذ بالله. لحن القول كلمات يقولونها يريدون من ورائها ومن بين ألفاظها معاني القدح في الدين والعياذ بالله، ويريدون صرف الناس عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما يتكلمون. فهذه فراسة الأذن والسمع، يسمع الكلام فيعرف مقصوده، يعرف أن هؤلاء إنما يريدون الطعن في الدين ويريدون صرف الناس عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ولتعرفنهم في لحن القول، ونسأل الله العافية. وكم من الناس يسمع كلمات النفاق بالليل والنهار تصدر من الواحد في المجلس الواحد، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن كنا لنسمع الكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل يصير بها من المنافقين أسمعها من الواحد منكم في المجلس مرات، نسأل الله العافية. وهذا أمر أصبح جليا في الأزمنة المتأخرة عندما ينجم النفاق ويظهر، وتظهر كل الصفات التي ذكرها الله عز وجل، ولا يزال هناك من لا يفقه ولا يفهم، لأنه ليس عنده شيء من البصيرة ولا من الفراسة ولا من الفهم ولا من الإدراك، حتى يجعل الولي عدو والعدو وليا والعياذ بالله، ويعيش حياته يظن نفسه من أهل الدين وهو قد صار ملحقا بالمنافقين، لأنه لم يهتم بمعرفة السيمة والعلامات، ولم يهتم بمعرفة ما يريده المنافقون في لحن القول. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: علق معرفته إياهم بالنظر على المشيئة، ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وقال: ولا تعرفنهم، أكد أنه يعرفهم في لحن القول. يقول: بل أخبر به خبرا مؤكدا بالقسم، عشان لام القسم ونون التوكيد الثقيلة الدالة على ولود القسم، ولا تعرفنهم في لحن القول. يقول: وهو تعريض الخطاب وفحوى الكلام ومغزاه. تعريض الخطاب يعرض بالكلام دون أن يصرح، وفحوى الكلام ومغزاه زي مفهوم المخلفة. ويقول: واللحن ضربان، صواب وخطأ، فلحن الصواب نوعان، أحدهما الفطنة، ومنه الحديث: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض.
ألحن بالحجة أكثر قدرة على التوضيح، يتفطن لمواطن الحكم أو الأوصاف، يتفطن للأوصاف التي يترتب عليها الحكم، فيعرف ما الذي يؤثر على الحاكم في حكمه الذي يجعله يحكم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. وهذا يتفاوت الناس فيه، فالفطنة هذا لحن صواب بمعنى أنه يشرع أن يستعمله الإنسان، أن يكون قويا في عرض حجته، لا يمنع من ذلك. يقول: والثاني، يقول اللحن ضربان صواب وخطأ، الصواب نوعان منه الفطنة، والثاني التعريض والإشارة وهو قريب من الكناية، ومنه قول الشاعر: وحديث ألذه وهو مما يشتهي السامعون يوزا وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. يعني إشارة مفهمة من بعد، وهذا يستقبله السامع استقبالا حسنا أحسن من التصريح، هذا يجعله يشعر بأنك تدرك أيها المتكلم ذكاءه وفطنته وقدرته على معرفة المعاني المقصودة من وراء الألفاظ، فيسر بذلك سرورا أبلغ من سروره بالتصريح. والله أعلى وأعلم. وأحيانا يكون التعريض والإشارة في مواطن يحسن فيها ذلك، كمواطن الحياء ونحوها لا يحسن التصريح، والقرآن قد علمنا ذلك كثيرا، قال: أو لامستم النساء، فلم يذكر اللفظ الصريح، إنما قال ذكر لفظ اللمس، وهذا عند عامة أهل العلم لا يقصد به اللمس بالبشرة، وإنما يقصد به الجماع. وكذا قوله سبحانه عند أكثر العلماء، وكذا قوله عز وجل: فالآن باشروهن، كلها ألفاظ فيها يعني كناية. فهذا النوع من اللحن الصواب. قال: والثالث فساد المنطق في الإعراب، فساد النطق في الإعراب، ده لحن خطأ، وحقيقته تغيير الكلام عن وجهه إما إلى خطأ وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ. يقول لك فلان عنده لحن في كلامه، لحن يعني إيه؟ خطأ، يعني لا يعرب الكلام إعرابا صحيحا. ممكن يبقى لو فهم ما يعنيه الكلام مع أن هذا ليس مقصد المتكلم لحمل على معنى باطل، في لحن باطل مثلا، لحن خطأ في القراءة، وخطأ في التلفظ بالكلمات في الأذان وفي الصلاة، ربما يبطل الصلاة، يسمى لحنا. كما لو قالوا مثلا، لو قال الله أكبر، أكبر، الأكبر هي الطبل، ومعنى لم يقصده الرجل الذي يؤذن بهذه الطريقة، نسأل الله أكبر، الله أكبر، هو لا يعني ذلك قطعا ويقينا، وإلا لكفر، ولكن خطأ، أخطأ ولحن، نسأل الله العافية. هذا فساد المنطق عربه اللحن الذي هو الخطأ. يقول: والمقصود أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم، فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه أقرب من معرفته بسماه وما في وجهه. إن هو يعرفه بعلامات في وجهه بطريقة النظر مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم علم ما يقول إليه حال ذو الخويصرة من النفاق والعياذ بالله، حين قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامهم صيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في علامات في وجه الرجل، بالإضافة إلى إيه؟ إلى قوله: اتق الله واعدل. ظاهر الكلام كلام إيه؟ أمر بتقوى الله وأمر بالإيه؟ بالعدل. مفهوم الكلام أنك إيه؟ لم تتق الله وأنك
لم تعدل. وهذا والعياذ بالله هو مقصوده، بالإضافة إلى هيئته إن هو ناشز الجبين عظيم الوجنتين غائر العينين، صفات فيها يعني حدة، ونسأل الله العفو والعافية. ليس معنى ذلك أن كل من يعني يكون كذلك بهذه الصفات لابد أن يكون منافقا، ولكن بالنظر يعرف، وأهل الصلاح والإيمان لهم معرفة بذلك خفية. وقد قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فالمعرفة بالسيمة ليست معرفة يعني في الأغلب الأعم، بخلاف المعرفة في لحن القول فهي إيه؟ ظاهرة وتحصل لأنواع كثيرة من الناس، ولذا حصلت بالقطع للرسول صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول، قسم خبر مؤكد بالقسم. بخلاف السيمة فإن ذلك أمر إنما يدركه البعض، وقد لا يقع أحيانا من النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لذلك قد يقع أحيانا وقد لا يقع، والله أعلم. يقول: فإن معرفة المتكلم وما في ضميره من كلامه أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه، فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية، والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، ثم تلا قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ورغم ضعف الحديث إلا أن له من جهة المعنى شواهد، فإن المؤمن عنده بصيرة وينظر بما أعطاه الله من هذه البصيرة، وهذا معنى فإنه ينظر بنور الله، والله أعلم. والفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وهي المتكلم فيها في هذه المنزلة، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحال والعاطل والصادق والكذب، يفرق به بين الحق والباطل، وده أهم الأمور، بين الحال أن من له حال ومن كلامه أو أفعاله في الحقيقة صادرة من إنسان خالي قد خلى قلبه وتعطل من المعاني الإيمانية والمنازل العالية التي هي منازل الإيمان وأحوال القلب، إنسان متعطل منها عاطل ليس عنده شيء منها، كشطحات الصوفية وضلالاتهم، فإنها إنما صدرت من قلوب خالية لا حالية، قلوب متعطلة من الاتباع والنور. وإن ظن كثير من الناس أن قلوبهم عامرة بذلك، وهذا النور الذي يقذفه الله في قلب العبد حتى يميز بين هذا وذاك قد فقده الكثيرون، فاختلط الأمر عندهم. لما حدث ذلك ظهرت البدع وانتشرت المنكرات وحصلت ما ذكرنا من الشطحات، لأنه لم يكن عند الناس تمييز لبعدهم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما طرقت أسماعهم الكلمات المنكرة لم يحصل لهم نفرة فقبلوها، فصارت بعد ذلك ضمن منهجهم وطريقتهم، وتلبسوا بالباطل الذي فيها واعتبروه من الحق، نسأل الله العافية. وهذا أمر يعني يقع كثيرا عند اختلاف الناس، فتجد أطرافا متناقضة، كل منهم يدعي الالتزام بالدين ويدعي الالتزام بالسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، ويذم غيره، والفاصل بين الحق والباطل وبين الحال والعاطل وبين الصادق والكاذب في ذلك يحتاج إلى نور وبصيرة. واختلاف الناس واختلاف المسلمين أمر واقع، ولا بد للإنسان من بصيرة ونور،
فإذا كان عنده هذا النور أبصر الحق من الباطل. وتقوى الله عز وجل من أعظم أسباب ذلك. إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وغض البصر من أعظم أسباب ذلك. وكثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الصدقة تجعل الإنسان نورا يدرك به هذه الأمور ويحصل له بصيرة. ولذلك كثير من الناس عندما يختلف الناس عليه، وهذا يفتي بالحل وهذا يفتي بالحرمة، هذا يفتي بالسنة، هذا يفتي بالبدعة، والكل يدعي أنه الأحق بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبأنه على الصواب، يختلط عليه الحال ولا يدري كيف يفعل. وربما بعضهم يترك الالتزام بالكلية لأجل الاختلاف، بل هذا أحد الشبهات العظيمة التي يستعملها الزنادقة والمنافقون، فيقولون عن المسلمين مختلفين، لماذا تتبعون أحدا منهم؟ اتركوهم كلهم، اتركوهم كلهم، بدلا من أن يبحث عن الحق وبدلا من أن يسعى في أسباب البصيرة يترك الالتزام مبررا الملتزمين مختلفين، اتفقوا الأول بعد تعالوا كلمون. وكأن الاختلاف لابد أن يعدم أولا حتى يتبع لسان الحق. وهل اتفق من بعث إليهم الرسل على الرسل؟ لم يتفقوا عليه، منهم من وافق ومنهم من خالف، فضلا عن من دون ذلك. لذلك هذه القضية لابد وأن يسعى الإنسان إلى تحصيل البصيرة ليعلم الفرق بين المصلحة والمفسدة، بين موازين المصالح والمفاسد، بين الخير والشر. فإن الأمور يمكن أن تلتبس التباسا عظيما على الإنسان، يلتبس الجبن بالحكمة والشجاعة بالتهور، يعني القوة والقوة في الحق مثلا والثبات فيه، يلتبس بالعناد والتعصب المذموم. الأمور تعبر عنها أحيانا بتعبيرات مختلفة، هذا يصف هذا أنه متهور والآخر يصفه أنه شجاع، نفس الفعل، هذا يصف هذا بأنه جبان خوار ضعيف والآخر يقول انظر إلى الحكمة والتريث. ويمكن أن يكون الأمر هكذا أو هكذا كما ذكرنا، يكون الإنسان في يعني أوصاف مختلفة لنفس الفعل بناء على طريقة النظر. الفاصل في ذلك يعني النظر بنور الكتاب والسنة واستعمال الأدلة في مواضعها. وكلما اقترب الإنسان من روح الأدلة، من روح الكتاب والسنة، وليس فقط صورة العلوم، وليس فقط الشكل الخارجي حيث متون مثلا وحافظا لأنواع من النصوص واختلافات العلماء، ولا قدرة له على النظر، ولا قدرة له على الترجيح، ولا قدرة له على معرفة الحق من الباطل، ولا وزن الأمور ميزانا صحيحا، وهي هبة من الله عز وجل، نور يقذفه الله في قلب عبده. وهذه قضية عظيمة الأهمية، ضرورية، هذه الفراسة الإيمانية. يقول وحقيقتها أنها خاطر، ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة، يستولي على القلب، يعني يجعل القلب ممتلئا بهذا النور والعلم إذا كان هذا أمرا إيمانيا يعني. يقول لكن الفريسة فعيلة بمعنى مفعولة، وبناء الفراسة كبناء الولاية والإمارة والسياسة، يعني يقصد ليست من هذا الباب، يعني ليست أنها فريسة، ما أن القلب أصبح فريسة، الفراسة ليست من هذا الباب. يقول وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو صاز من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، وتكون مواد علمه مع الحق بلا سهو ولا غفلة، بل حكم حق جرى على لسان عبده. من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، بنور من عند الله عز وجل.
قذفه الله عز وجل في قلبه، علم مآلات هؤلاء الأشخاص، نهايتهم، مآلات هذه الأفعال، ربما تظهر بعد سنوات، ربما تظهر بعد عشرات السنين، إن الذي توقعه وظنه وحذر منه يقع. لماذا؟ لأنه ينظر بنور قذفه الله في قلبه، نور الحق، بمعنى نور الرب عز وجل من عنده سبحانه وتعالى، جعل هذا النور في قلب عبده. وتكون مواد علمه مع الحق بلا سهو ولا غفلة، لأن الإنسان ممكن يسهو عن أنواع من الأدلة. أنا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه استدلاله بقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضي الله عنه يقول: أنزلت هذه الآية في كتاب الله؟ حصل له إيه نوع من الإيه؟ من السهو والغفلة عن دلالة هذه الآية على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين قبل أن يقع بثماني سنوات. وكذلك قوله عز وجل: أصرح إنك ميت وإنهم ميتون، احتج به أبو بكر رضي الله عنه على موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حسم القضية التي اختلف فيها الناس، هل مات رسول الله؟ لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تأكد أنه قد مات، واستدل بالدليل مباشرة بالنور الذي قذفه الله في قلبه، أنهى قضية الخلاف في هذه المسألة، مع أن عمر رضي الله عنه كان قد أصابه غفلة عن الآية في هذا الموطن. فأما من كان عنده مواد علمه مع الحق بلا سهو ولا غفلة، وده الأمر ده يطرأ على الإنسان ويزول، يعني يحصل له أحيانا ويزول أحيانا، والذي عنده فراسة إيمانية عظيمة من يقل سهوه وغفلاته لقربه من النصوص، الله المستعان. كلما ابتعد الإنسان عن النصوص كلما أخطأ، كثر خطأه، كثرت غفلته، كثر سهوه، لأنه بعيد عن روح النصوص المنزلة، الوحي المنزل. يقول: بل حكم حق جرى على لسان عبده. حكم حق، حكم بالحق، أجراه الله عز وجل الحق على لسان عبده. وقال الواسطي: الفراسة شعاشع أنوار، شعاشع زي شعاع، شعاشع أنوار لمعت في القلوب، وتمكن معرفة جملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها فيتكلم عن ضمير الخلق. طبعا الخطر في ذلك هو الجزم بما لا يعلمه إلا الله، ولكن من عنده نور يعلم ما وراء الكلمات والأفعال كما ذكرنا، لأن الفراسة أحيانا تكون بأمور ظاهرة وأحيانا تكون أمور خفية، ويتوقع الإنسان أمرا معينا لا يتكلم به إلا إذا ظهرت دلائله، ويقع في قلبه أمر معين. شعاشع أنوار لمعت في القلوب، وتمكن معرفة جملة السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب، يعني ليست أمورا ظاهرة، إنما حصل في قلبه، هجم كما خواطر هجمت على القلب، مع وجود أنها أن أمور ليست ظاهرة بل سر، وغيوب ليست معلومة ليست شهادة، من غيب إلى غيب قذفها الله عز وجل حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الله عز وجل إياها، هي أشهده إياها على حقيقتها، ثم تظهر بعد حين، تظهر للناس مثل ما يكون الإنسان خبير بضوء الفجر، مش كل الناس على درجة واحدة، فيوم يبص كده يقول الفجر طلع، الناس تقول لا لسه ما طلعش، يستنوا شوية إلى النور بدأ إيه يزيد، لغاية ما النور يملى الدنيا يقول صح، أنت كلامك كان صح، ظهر الأمر على ما هو عليه في الحقيقة. يتكلم عن ضمير الخلق، بمعنى أنه يعلم ما يريدونه من الكلام. قال الدارني: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. طبعا مش أي غيب،
وإلا فالغيب المقصود به يعني كما ذكرنا مآلات الأمور المتوقعة. نحن على سبيل المثال ليست أمرا غيبيا أن يعني مما لم يطلع الله عز وجل على عليه أحدا من خلقه أن نقول أن مآل الكفار إلى الهلاك في الدنيا، لكن لا يزال غيبا متى يقع ذلك، لا يزال غيبا. هل يكون هذا الإنسان بعينه ضمن من يهلكون أم يتوب الله عز وجل عليه؟ يعني أنه ليس معاينا للغيب مطلقا، أن يعاينه كأنه يراه أو مكشف له، ليس الأمر كذلك، ولكن في الجملة والله أعلم أعلم. أعني أن مآل المؤمنين إلى العز، ومآل الطاعة دائما إلى خير، طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، ومعصية الله لا تأتي إلا بالشر. فمثل هذه الأمور في الجملة، لكن مآل هذا الشخص بعينه، هذا الشخص من المطيعين أم من العاصين، هذا الذي يدخل فيه باب الفراسة. وكما ذكرنا هي درجات متفاوتة، ويعني قد يقع خاطر في قلب المؤمن لقوة إيمانه يعرف به حال هذا وما يقول إليه ويكون يعني عالما بذلك، وأحيانا يكون الأمر خفيا لا يستطيع الجزم أو لا يتكلم به حتى يقع والله أعلم. سئل بعضهم عن الفراسة فقال: أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغيوب فتنطق عن أسرار الخلق، نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان. الحقيقة الظن هنا المقصود به الظن المرجوح المنفي، لا نطق ظن وحسبان مش مجرد كلام يعني احتمالات، يعني إنما يعني يغلب على ظنه أمر معين فينطق عن أسرار الخلق بمعنى ما في بواطنهم من أمور. ولكن هذا الكلام كما ذكرنا المؤمن دائما يعرضه على النصوص ولا يتكلم إلا إذا ترجحت يعني مصلحة الكلام. قال عمرو بن نجيد: كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطئ، ويقول: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. أسباب عظيمة للفراسة: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض، فإن عارضه معارض آخر من جنسه فهو خاطر وحديث نفس. يفرق بين الفراسة وبين أحاديث النفس، إنها مجرد خواطر تخطر على البال، احتمال كده واحتمال كده، إنما قصد أن الفراسة الإيمانية هي أول خاطر بلا معارض يقع في قلبه مع الحال الإيماني الذي هو عليه. وقال أبو حفص النيسابوري: ليس لأحد أن يدعي الفراسة، ولكن يتقي الفراسة من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ولم يقل تفرسوا. وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟ يعني ما فيش واحد يدعي الغيبيات ويقول أنا عندي إيه فراسة ويحكم لنفسه بذلك، بل هو إنما ينتفع بنظر الآخرين إليه، أمر يقع في قلب المؤمن وليس أنه يدعيه منزلة له. أمر الفراسة أمر يقذفه الله في قلبه وينتفع به ولا يدعي لنفسه منزلة لا يملكها إلا الله. من أعلى ما يمكن من الفراسة أن يكون ممن قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فسمعه وبصره بنور الله من أعلى الدرجات. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق، فإنهم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون.
الشيخ طبعا مش عاجبه كلام الشيخ حامد، يقول ليس هذا فراسة إنما هو علم ما في الصدور، هذا شرك بالله في الربوبية. لا طبعا كلام ليس صحيحا، ليس شركا بهذه الطريقة، إنما يقصد بذلك أنهم يفهمون من وراء الكلمات ومن عرفة الأحوال والصفات ما لا تعرفون، ولذلك أقول جالسوهم بالصدق فسوف يعرفون كذبكم، لا على سبيل الادعاء علم الغيب، ولكن كما ذكرنا شيء يقذفه الله في قلبه ولا يجزم بضمائر الناس، هذا أمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرنا إنما يقع في قلبه أمر معين عسى أن يكون كذلك فيقع كذلك، لكن لابد من أن تكون صادقا فعلا مع أهل التقوى والصلاح، فإنهم يعرفون منك أكثر ربما مما تعرفه من نفسك. وكان الجنيد يتكلم، وكان الجنيد يوما يتكلم على الناس، فوقف عليه شاب نصراني متنكرا فقال: أيها الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال: أسلم فقد حان وقت إسلامك. فأسلم الغلام والله أعلم، وربما يكون قد قال له أسلم وكفروش ولا حاجة، ما كانش يعرف، ولكن وقع في قلبه أنه تكلم بطريقة معينة، ربما أمره بالإسلام الذي هو من جنس قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، وكان هذا هو موافقا لحقيقة الأمر أن حان وقت إسلامه فأسلم. ويقال في بعض الكتب القديمة إن الصديق لا تخطئ فراسته. الصدق في هذا الباب من أعظم الأمور أهمية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، العزيز في يوسف حيث قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وابنة شعيب، وده في انقطاع عن ابن مسعود، أو أن يكون صهر موسى اسمه شعيب على اسم النبي، وإلا فليس هو إيه النبي شعيب. يقول: وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى: استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، مع صغر المدة، قصر المدة التي صحبته فيها، لحظات قليلة ظهرت منها لمن يتفرس الأمانة والإيه والقوة، ورغم أنه رجل أجنبي عن البلد غريب عنها استعد أن يزوجه ابنته في لحظات. أنت الناس بتقعد تسأل إيه في الجواز ده، لما الله أعلم، وبعدين في الآخر يطلعوا غلط برضه، يعني ما يبقاش عارفين، فسبحان الله. ولكن الرجل الصالح يعني وكذلك هذه المرأة الصالحة تفرست في موسى. قال: وأبو بكر في عمر رضي الله عنهما حين استخلفه. وفي رواية أخرى: وامرأة فرعون حين قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يزعمون أن فرعون قد قال: أما لك فنعم وأما لي فلا، مش عايز، فلم ينتفع بموسى، ولو قال نعم لانتفع بموسى كما انتفعت رضي الله عنها. يقول: وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة، وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقائع فراسته مشهورة، فإنه ما قال لشيء أظنه كذا إلا كان كما قال، ويكفي في فراسته موافقته ربه في المواضع المعروفة التي نزل الوحي لموافقة قول عمر. ولكن انظر وتأمل إلى الفراسة عند الصحابة وتعريفاتها عند المتصوفة، لما يقول عمر أظنه كذا مش كده، وهم بيقولوا إيه معاينة الغيب، غلو درجة إنه يقول معاينة الغيب، بيقول له إنه هو ينطق يتكلم عن ضمير الخلق، ينطق عن أسرار الخلق، نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان. وعمر رضي الله عنه لا أعلم منهم
بما لا وجه للمقارنة يقول إيه أظنه كذا. لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو حجبت نسائك ونحو هذا، الرسول يقترح ويرى هذا الأمر. مر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه، فقال لقد أخطأ ظني أو أن هذا كاهن أو كان يعرف الكهنة في الجاهلية. فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. يقول بس شوف أول أنه قال إيه، لقد أخطأ ظني، أو زي سيدنا سليمان عليه السلام في الهدهد قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني حط الاحتمال الأول أنه إيه، إن أنا مش شايفه، ما لي لا أرى الهدهد، ولا هو غائب، هو أكيد مش شايفه عشان هو مش موجود، كان غائب فعلا. ولكن شوف الأدب وتقديم احتمال الخطأ، ممكن أكون أنا اللي مش شايف وربما أكون قد أخطأ. لقد أخطأ ظني أو أن هذا كاهن أو كان يعرف الكهنة في الجاهلية. فلما جلس بين يديه قال له ذلك، فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به. هذه طريقة استقبال وفد. فقال له عمر رضي الله عنه، ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك، ولكن أخبرني عما سألتك عنه. يعني قال له إحنا كنا أسوأ مما ذكرت من احتمالات، من أحد الاحتمالات مش وحش اللي هو إيه، كان كاهن إيه قومه في الجاهلية. فقال له إحنا كنا أوحش من كده وتغير حالنا. فقال صدقت يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية. ده فعلا ده كان له رأي من الجن. سواد بن قارب رضي الله عنه أسلم برأيه، رأيه هذا أتاه في منامه أولا يأمره بالذهاب إلى ما كونه يذكر القصة أنه كان في الهند، رأيت إلى الجن وإبلاسها، ذكر له أبيات شعر فيها خبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. فلما لم ينتبه له في المنام أتاه في اليقظة، فأمره أن لا يحل عقدة مؤمن من مؤمن الجن ممن سمع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يعني لا يحل عقدة حتى يصل إلى رسول الله في مكة، وذهب فأسلم وكان كهنا في الجاهلية. فسأله عمر رضي الله عنه، ما صنع رأيك، أنه المسلم بقى المؤمن اللي هو كان سمع في إسلامه، قال يا أمير المؤمنين، منذ قرأت القرآن لم يأتني، وفي القرآن غنية، عشان اللي بيقولوا معاه جن مسلم ومش جن مسلم بيساعده، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الجن المسلم كان هو اللي سبب في إسلامه، ومنذ قراءة القرآن لم يأتيه. يقول وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه صادق الفراسة، كذلك كان صادق. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه، دخلت على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكنت رأيت امرأة في الطريق تأملت محاسنها، فقال عثمان رضي الله عنه، يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه؟ فقلت أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. الشيخ حمد يقول هذه الروايات غير مستندة إلى ما يطمئن قلب المؤمن إليه، وبالأخص بالنسبة إلى أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هذه ليست فراسة وإنما هي معرفة الغيب، وأن لعثمان أن يلزم بالزنا هذا الجزم إلا أن يكون وحيا أو دعوى علم بالغيب وكلها منتفل. هو لم يلزم، وبيقول يدخل علي أحدكم، ده تساؤل، أيدخل أيفعل ذلك؟ وبعدين ما جزمش بأنس، ده وقع في قلبي فأطلق الكلام، أحدكم أحد منكم، كأنه يريد أن يحذر الناس من أمر معين. وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة، وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده، فيحيى القلب بذلك ويستنير، فلا تكاد فراسته تخطئ. هناك حاجة شديدة إلى الفراسة في اختيار الناس، إن ربما إنسان يختار لمهمات معينة رجال معينين ويكونوا فشلا ذريعا ولا يستطيعون القيام بهذه المهمة ولا يكونوا أهلا لهذه الأمانة. وهناك
أحيان يكون هناك اختيار موفق وسديد. بماذا؟ بالنور الذي يكون في القلب. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كان ميتا بالكفر والجهل فأحياه الله بالإيمان والعلم وجعل له بالقرآن والإيمان نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل ويمشي به في الظلم والله أعلم. النوع الثاني من الفراسة: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي. والفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء. والطب معظمه نوع من الايه؟ من الفراسة. انت بتوصل عمال تشخص مرض وهو بطن العيان مقفولة وصدره مقفول، تقول تتوقع بايه؟ بعلامات، بخبرة معينة، بصفات معينة يتوقع ان يكون هذا المرض ايه؟ ناشئ عن كذا. وهذا نوع تعلم الطب كله تعلم ايه؟ في العلوم المعاصرة معظمها فراسة ايه؟ خلقية. العلوم المعاصرة اللي هي التجريبية يعني توقع امر معين ناشئ عن امر معين، العلوم المعاصرة كما عامتها هي نوع من الفراسة الخلقية. اقول قولي هذا واستغفر الله. على فكرة النغمة دي مش مظبوطة، على فكرة النغمة دي موسيقية، نوكيا تون دي نغمة لا تجوز، ما ينفعش حد يسيبها. هل هناك علاقة بين البصيرة وتعلم العلم؟ بلا شك أن العلم من أسباب البصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. وكما ذكرنا قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد قال عز وجل عن القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالإنسان إذا أخذ من القرآن وأخذ من السنة فقد أخذ من النور، لا شك في ذلك. هل يصل صاحب البصيرة إلى الحق دون معرفة المسائل وفتح الكتب؟ لا، لابد أن يتعلم صاحب البصيرة، إنما تأتيه البصيرة من خلال العلم، والكتب عون له على ذلك. يقول: إن كان قد ورد نص في أن هذا الأمر قد يقع للرسول صلى الله عليه وسلم وقد لا يقع، إن هو الفراسة بالنظر، أن ينظر في وجهه فيقع في قلبه ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، يعلم الغيب من ربه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد يقذف الله في قلبه بلا شك ما لا يقذف في قلب غيره من أنواع العلوم، لكن هل يوجد دليل في شأن المؤمنين على هذه المعرفة؟ وإن وجد فهل يمنع على هذه المعرفة أحكام شرعية؟ ليس الدليل خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليس اطلاعا على الغيب، وإنما يكون في حق المؤمنين كما ذكر الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فهذا الأمر كما ذكرنا نظر في علامات وسيماء ذكرها الله عز وجل يعلم بها عواقب الأمور، فالأصل عدم الخصوصية، ولكن لا يلزم بذلك. وأما بناء الأحكام الشرعية فبناء على ما ظهر من الأقوال والأعمال، لكن إدراك الناس أحيانا لهذه الأمور يتفاوت كما ذكرت، لأن هناك غفلة عن النصوص، هناك سهو يقع من الكثيرين، هناك تعامي أحيانا، هناك محاولة لإلغاء النصوص وإخفائها، زي ما اليهودي حط إيده عليه على آية الزنا، على آية الرجم، علشان ما حدش ايه يشوفها، عشان ما بيقولوهاش اهو ده، والعياذ بالله أعمى كما كان أعور يشوف بعين واحدة ولا يرى بالأخرى، أراد أن يطبق ذلك في الايه؟ في الكتاب، في التوراة. فمثل هذا الأمر عمى والعياذ بالله يحصل للبعض، فضلا بقى عما قد يقع من السهو والغفلة.
فلذلك نقول قد تظهر الصفات ولا يراها الكثيرون. كيف يقترب الإنسان من روح النصوص المنزلة؟ يقترب منها بإدراك معانيها وكثرة التدبر فيها، ولا يهتم فقط بظواهر ألفاظها، فإن الله ذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، يهتم فقط بالألفاظ ويغفل المعاني، فلا يقترب من روح النصوص ولا يعرف المسائل التي يعظمها القرآن وتعظمها السنة، وإنما الأمر عنده سيان فلا يدري حقائق الأمور. فأما إذا تدبر معاني القرآن وعاش معها كأنها نزلت عليه، يعني أنها نزلت وهو موجود وكأنه يرى هذه الوقائع أمام عينيه، هذا يعينه أعظم إعانة على أن يقترب من روح النصوص، ليعظم ما عظمه الشر ويصغر ما صغره الشر، ويعرف المقصود من الأحكام الشرعية والنصوص، يعرف الصفات والأفعال. لذلك تجد ناس كتير قوي ينشغلوا في القصص، زي ما كنا بنحكي في قصة يوسف عليه السلام، واحد جاب سؤال هو اتجوز زليخة ولا اتجوز امرأة عايزة ما اتجوزهاش، طب ده اصلا القرآن ارشدنا الى ذلك ولا اهمل ذكر هذه المسألة؟ لما تيجي تدور هو القرآن باين لنا ايه؟ باين لنا صفات سيدنا يوسف واعماله الجميلة، لكن هو مشغول بالايه؟ بالحبكة التمثيلية، ان هو اتجوزها ولا ما اتجوزهاش. حقيقة الامر ان هو غفل عن روح النصوص. روح النصوص وحقائقها في فيما ذكرت وفيما تركت. ايه اللي القرآن قال لنا بنهتم به هو اللي ذكره، وايه اللي اهملوا ايه ما ذكروش؟ واسامي الناس مثلا، الناس يقعدوا يقولوا كان اسمها ايه، كان اسمها زليخة ولا كان اسمها مش عارف اسم تاني، وكان ابناء يعقوب كان اسمهم كذا وكذا وكذا وكذا، والقرآن ما ايه لم يتكلم عشان يخلينا نهتم بحاجة معينة. كتب التفسير اللي تعتمد على الإسرائيليات تلاقيها مليانة أشياء من إيه؟ من هذا، يقعد يوصف لك تفاصيل كتير. أهل الكتاب مغرمون ومولعون بما لا ينفع، لذلك ابتعدوا عن روح النصوص وأهملوها، حتى عموا عن النصوص نفسها التي فيها الإرشاد إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كنت راكب تاكسي أدركتني صلاة المغرب، كنت أعتقد أني سأدركها في المكان الذي كنت ذاهبا إليه، لكني وجدتهم قد أنهوا الصلاة، ماذا كان يجب علي؟ كان ينبغي أن تبادر وتسابق إلى مغفرة من ربك، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال أنس إلى تكبيرة الإحرام. فالأمر ده كونك أنت بدأت تتفرط في تكبيرة الإحرام أدى إلى أن أنت تروح عليك الإيه؟ الصلاة كلها. لو كانت قضية تكبيرة الإحرام بتشغلك، كان على الأقل لو راح تكبيرة الإحرام حسيت بأن في مصيبة حصلت ما كانش الصلاة هتروح منك. الله المستعان. فبادر بعد ذلك. الخط الصغير صعب القراءة، والقلم الرصاص صعب القراءة. أقول إخوة بس عشان يعينون على ذلك. رجل عنده محل سوبر ماركت، فقالت له زوجته أريد أن أعطيك مالا تشغله لي في هذا المحل، فوافق الزوج. قال لها إن أعطيتيني 500 جنيه أعطيك عليها 1000 جنيه، إنه يعلم أن الشيء الذي سيضع في هذا المال له ربح كبير. هذه أول اتفاق باطل ومحرم، أنه يتفق على دراهم ثابتة ربحا، هذا لا يجوز. وقعت مضاربة باطلة فاسدة محرمة، هتاخد فلوس ولو من مراتك ولو من ابنك ولو من أبوك، يبقى لازم تدرس فقه للمضاربة، تتعلم ازاي تشغل الفلوس. حرام تعمل كده. مر الشهر المدة المعلومة، ثم طلبت الزوجة منه متفق عليه من المال. تبين أن هذا الربح الذي وعده إياها كبير جدا على هذا المال،
ولا أعلم هل ربح هذا المال أم لا، ولكنه كان حزينا ونادما على ما وعدها، ثم أعطى لها 1500. تريد أن تعلم الزوجة حكم هذا المال، لابد أن ترد هذا المال، هذا مال ليس بحلال، وهذا الوعد ليس بملزم. وقعت المضاربة مضاربة فاسدة، ترد على الراجح إلى مضاربة المثل. نقول إن هو نعملها صح بقى، اللي زي ده بيربح إنه يقول الفلوس دي تربح قد إيه، تحط نسبة إلى رأس المال، تعرف إنها دخلت مع رأس مال، تعمل نسبة ويتعمل رأس المال ده الربح حصل قد إيه، يتقسم 2، نصه للمضارب ونصه ده مضاربة المثل مثلا، إنه نصه للمضارب ونصه لإيه، لصاحب رأس المال، فيعطيها نسبتها من رأس المال ده، يحسبها، ما ينفعش يديها كده، لازم يحسب، ما يعرفش ما يحسب، ما لا يصلح ذلك، لابد أن يحسب. ضرورا ضربا شديدا حتى في التقرير الطبي ما بعد الارتجاع. هذا الرجل الذي ضرب قال أثناء أخذه إلى المستشفى أنه سرق الرجل. بعد ذلك اكتشف أن الرجل عمل له محضر وضرب نفسه هو وإخوته. هل يجوز للرجل الذي سام يعمل محضر حتى ينقذ نفسه؟ بلا شك يجوز أن يقول الصدق. هل يجوز أن يقول الصدق حتى ينقذ نفسه؟ نعم يجوز له ذلك، ثم إذا جاء وقت أخذ الحقوق سامح، نسأل الله العافية. وبعدين صراحة البلطجية دول الأفضل أنهم يسامحوش، ربنا قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني في نوعية من الناس تزداد جرأة بالفساد، عمل ضربه ضرب شديد وعمل له ارتجاج في المخ، وبعد ذلك يدعي عليها أنه ضربه وعايز دخله، شيء عجيب والله. ينزل منه سائل باستمرار، خذ الوضوء الذي ينزل من ذكري أو المرأة إذا نزل منها سائل باستمرار ينقض الوضوء، عليه الوضوء لأن هذا إما مذي أو ودي. وظهر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج في السماء بروحه فقط وليس بجسده، وقال كيف يلتقي مع الأنباء بأجسادهم وهم في قبورهم؟ هذا كلام مرجوح، قد سبق خلاف بين السلف في ذلك وعامة السلف، بل هذا القول هو الصواب، والقول الآخر خطأ بلا شك، أن هذا الإسراء كان بالروح والجسد معا، وإلا لما أنكره المشركون. المشركون لم يكونوا لينكروا أمرا هو من جنس المنامات، وإنما أنكروا أمرا ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به وهو صادق في دعواه صلى الله عليه وسلم بأمر خارق للعادة، وهو انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عروجه إلى السماء. وأما السؤال كيف يلتقي مع الأنبياء بأجسادهم وهم في قبورهم، ومن قال أنه التقى بأجساد الأنبياء، إنما هي أرواحهم مصورة في صورة أجسادهم، وليس أنه التقى بالأجساد. أما هو صلى الله عليه وسلم فكونه يلتقي بأرواح الأنبياء لا يلزم أن يكون روحا فقط، أن تكون روحه فقط التي التقت، هو صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده والأنبياء بأرواحه. حكم من يقول دعاء دفع الرياء وهو يصلي في أثناء القيام بين القراءة عندما يستشعر ذلك. عندما يمر بآية فيها سؤال فيسأل، أو تعوذ يتعوذ، فيتعوذ بالله من الرياء وتعوذ بالله من الشرك عندما يمر، وليس أنه عندما يخطر بباله يقطع القراءة. الذي ورد من الدعاء أثناء القراءة عندما يمر بآية فيها تسبيح أو فيها سؤال أو فيها تعوذ. نعم، في النافلة وفي الفرض لو وقع ذلك لم نقل بطل الصلاة.
رجل موسوس في أثناء الصيام فقط صيام رمضان عندما يستنشق يشك أن الماء قد وصل إلى الحلق أو الجوف، هذا قد تكرر كثيرا، لا يبني على الوسوسة، لا يبني على الشك، الأصل أنه لم يصل، لا يجوز أن يبني أحكاما على ذلك.